حاجة احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت ان هو ايه هو الايزو، فيا ترى ايه هو تعريف الايزو؟ احنا كان في ستيتمنت كده اتكلمنا عنها، قلنا الايزو مش ايه، هو عبارة عن ايه. بدأنا العد، تمام، كواليتي مانجمنت، جودة مراحل الانتاج، نظام ادارة الجودة، تمام، كواليتي مانجمنت سيستم، اوكي. بس احنا قلنا عليها كلمه واحده بس، تمام، انتهى الوقت. احنا كنا بنقول ان الايزو مش شهاده، الايزو ستاندر. قلنا الهدف من الايزو ان الشركه لما تمشي عليه بتكون بتطبق معايير بتساعدها ان هي تطلع منتج بشكل كويس، تمام. طيب ايه الهدف من شهاده الايزو؟ السؤال التاني، الوصول على الاعتماد، تطبيق معايير موحدة للوصول لأفضل منتج، صح يا أستاذ محمد وفاء؟ شركة تثبت إنها بتطبق معايير الجودة المطلوبة، التأكد من مطابقة المنتج للمعايير خلال جميع مراحل الإنتاج، تمام، تأكيد الجودة العالية فعلا. إحنا هنا بنقول إن هي قواعد ثابتة بتساعد الشركة إن هي توصل للهدف بتاعها بغض النظر عن نشاطها إيه. كنا بنقول كمان ان احنا نتأكد ان الشركة دي بتحط الاهداف بتاعتها، بتقول لك ان انت تخطط ازاي، وان انت عشان تتأكد ان انت شغال على ستاندر عالمية، بالظبط كده، هو معيار عالمي، لازم الشركة تبقى عارفين ان الشركة دي ماشية على الكواليتي العالمية، تمام. طيب ايه هي القواعد اللي تم وضعها لبناء المواصفة؟ احنا كان عندنا 6 قواعد، اللي يقول منهم 4 يبقى زي الفل. لا مش البي دي كي، لا مش هو ده، احنا بنقول القواعد اللي حطها الايزو علشان يبني الستاندرد بتاعته. الايفالويشن، لا مش من ضمنهم الايفالويشن، البلاننج، لا. احنا كنا قلنا القواعد اللي حطها الايزو عشان يبني الستاندرد بتاعته، قلنا 6 قواعد. اول حاجه كاستمر فوكس، وضع العميل في مركز الاهتمام. 2 المانجمنت كوميتمنت او الليدرشيب، دور الاداره العليا في المؤسسه. 3 الامبلوي انجيجمنت، ادماج الموظفين في الكواليتي. 4 ايفيدنس بيست ديسيجن، ان الشركه مش بتاخد قراراتها الا بناء على بيانات كامله وصحيحه. رقم 5 ريسك بيست ثينكينج، التفكير بناء على المخاطر اللي بتقابل الشركه. رقم 6 الامبروفمنت، ان الشركه ما ينفعش ان هي توصل لمستوى معين من الاداره وتقف عنده، لازم يكون عندها تحسين مستمر طول الوقت في نظام الاداره. السؤال ده ما حدش جاوبه. طيب احنا كنا بنتكلم بعد كده اول حاجه على كونتكست اوف اورجانيزيشن، تمام. يا ترى هو ايه هو سياق المنظم، او ايه هي الاسئله اللي كان بيسالها الكواليتي او الايزو علشان يتأكد إن الشركة دي فاهمة سياق المنظمة صح. كان في سؤالين 3 كده كان دايما الأيزو بيسألهم عشان يتأكد إن الشركة فاهمة سياق المنظمة. لا، البوليسي بعيد عن هنا، كواليتي بوليسي بعيد عن هنا كمان. لا برضو، عملية موثقة ولا لا برضو مالهاش علاقة هنا. تمام، تحديد المنافسين صح. فهم متطلبات العميل صح برضو. دراسة السوق. SWOT analysis ممكن، برافو، نقط ضعفهم وقوتهم. احنا في الاورجانيزيشن في الكونتكست اوف اورجانيزيشن كنا بنسال هل الشركه فاهمه سياق السوق ولا لا، فاهمه طبيعه العمل ونشاطها بالتفصيل ولا لا، هل هي محدده المنافسين، محدده نقاط الضعف والقوه، محدده الفرص والمخاطر، محدده الاطراف المهتمه، محدده احتياجاتهم بالظبط وعارفه احتياجات الاطراف دي ايه بالظبط، هل هي عندها نظام اداره جيد ولا لا، هل هي عندها مانجمنت ديبارتمنت كويسة ولا لا، هل هي محددة السكوب اللي هتاخد عليه الشهادة، ولا هي بالنسبة لها هتاخد السكوب، ولا هي هتاخد الشهادة على كل السكوبس الموجودة عندها في الشركة. فده برضو من الأسئلة المهمة، تمام. ندخل بعد كده في ايه في الليدرشيب. طيب الايزو بيدور على ايه في الجزئيه او في الكلوز ده؟ كان في حاجه واحده الايزو بيدور عليها في الجزئيه دي عشان يتاكد منها، وترى ايه هي الحاجه دي؟ كان بيدور على ايه؟ الادوار والمسؤوليات صح، التزام الاداره بتطبيق الجوده، بروف استاذ اللي كان مذاكر،
وضع نظام ثابت مهما تغير الأفراد عليه ممكن. يوصل المعلومة لصاحبها. لا دي مش مكانها. تقي الجودة والالتزام بيها. بروف البوليسي اختيار العاملين. تمام. الايزو كان عاوز يطمن ان الاداره العليا للشركه ملتزمه بمتطلبات الكواليتي ومتاكده ان هي بتنفذها وبحاطه بوليسي ليها وعاوزه ومعرفه البوليسي دي وناشره البوليسي دي ما بين الموظفين. تمام. طيب كان في شويه بنود بتبين التزام الاداره. حد فاكر حاجه من البنود دي؟ كانت بنود كتيره قوي كده بتبين ان الاداره دي ملتزمه باداره الجوده ولا لا، او ملتزمه بالبوليسي دي ولا لا. حد فاكر منها حاجه؟ امبروفمنت. لا مش هنا مكانها الامبروف. بيرفورمانس ايفالويشن. لا ولا البيرفورمانس. البيرفورمانس ايفالويشن دي ليها كلوز لوحدها. بالظبط. ان يتم نشر التعليمات في مكان واضح لكل عميل. بالظبط. باستمرار على تطبيق الاوديت. الاوديت برضو مكانه مش هنا يا استاذ يحيى. استبيان اراء العملاء. ان العامل المعايير تكون مكتوبه وواضحه لكل العاملين. التوعيه. مانجمنت ريفيو. مانجمنت ريفيو برضو مكانها مش هنا. السؤال كان بيقول ايه هي بنود التزام الاداره؟ ايه الحاجات اللي الاداره بتعملها بتبين ان هي ملتزمه بالكواليتي؟ في حاجات كتير جدا ممكن تبين ان الاداره دي ملتزمه بالكواليتي ولا لا. اول حاجه اداره الشركه مسؤوله عن تنفيذ نظام اداره الجوده في الشركه. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من وضع السياسات والإجراءات اللي بتضمن بيها تنفيذ الجودة بشكل فعال في الشركة. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد إن كل الإجراءات والسياسات اللي محطوطة في الشركة لا تتعارض مع متطلبات الكواليتي. إدارة الشركة مسؤولة عن دراسة وحساب كل المخاطر اللي ليها تأثير سلبي على الجودة. إدارة الشركة مسؤولة عن توفير الموارد اللي بتساعد على تنفيذ الكواليتي بشكل فعال. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من وصول كل المعلومات لكل واحد في الشركة ليه تأثير على الكواليتي، يعني كل الناس. إدارة الشركة مسؤولة إن كل موظف في الشركة عارف مسؤولياته تجاه الكواليتي، وجزء من مهامه اللي بيتحاسب عليها هي مراعاته لمتطلبات الكواليتي في شغله، مش بس مراعاته للتاسكس اللي هو بيعملها. إدارة الشركة مسؤولة عن إن أهداف الجودة تتحقق وتوفر الموارد المطلوبة. إدارة الشركة مسؤولة عن رعاية عمليات التطوير والتحسين، إزاي بإن هي تفتش على الأيزو، وان ازاي الايزو بيعرف يفتش ان الشركه دي بتعرف تعمل المهام دي ولا لا. تمام. كل البنود دي بتقول لنا ان الشركه دي بتعرف ان هي تطبق الايزو. طيب كان في امثله للكاستمر فوكس. تمام. ايه هي امثله الكاستمر فوكس؟ كان هما مثالين اللي احنا ضربناهم كان عباره عن ايه؟ حد فاكر؟ المتابعه المستمر على الأفراد، خدمة العملاء. برافو، خدمة العملاء صح. customer requirement. هي customer requirement هنا بتبقاش موجودة هنا، بس يعني هو هقول لك على إيه. إحنا كنا بنتكلم عن حاجتين الشركة كانت بتعملهم علشان تعرفنا إن هي حاطة إن احتياجات العميل هي أكتر حاجة متمركز، يعني هي أكتر حاجة بتركز عليها. يعني إيه الالتزام بالشكل العام؟ مش واضح. متابعة ما بعد البيع. تمام. المتابعة والتقييم برضو ما حدش أي الاستبيان. برافو. الاستبيان قلنا إن هي بتعمل حاجتين. قلنا إن هي بتعمل استبيان كاستمر سيرفي وبتعمل كاستمر كومبلين. قلنا إن الكاستمر سيرفي ده اللي هو خدمة ما بعد البيع، الناس اللي بتتصل بحضرتك تتأكد إن هي الخدمة دي تمام، وإن هو حصل إن حضرتك راضية عن الخدمة اللي هي اللي هم قدموها لك، اللي هي بتبقى موجودة مع الناس بتوع التكييفات، شركات الاتصالات اللي بتعمل القصة دي. وفي كمان بيبقى هي بتبقى حضرتك بتبقى محدد تشانل لشكاوى العملاء، إن هو لو العميل عنده مشكلة يعرف عنده رقم مختصر، عنده أي حاجة يقدر يتصل بحضرتك بيها عشان يعرف يوصل المعلومة دي. طيب ده كان بالنسبة للليدرشيب. بالنسبة للبلاننج بقى، احنا كان عندنا احنا ناقشنا في البلانينج ثلاث حاجات. بلانينج فور بلاش دي. طيب احنا ناقشنا ثلاث حاجات في البلانينج. حد فاكر حاجه منهم من الثلاثه؟ او المواصفه بتتكلم عن ثلاث ايتمز في البلانينج.
for risk, quality objectives. تمام objectives. لا scope هنا مش هنا خالص. change بالظبط بروف. إدارة الموارد. الموارد مش هنا خالص، هي ال objectives مش الموارد. تمام احنا اتكلمنا في التخطيط عن تلات حاجات: planning for objectives, planning for risk, planning for change. طيب واتكلمنا ان احنا ازاي ان احنا نحط الهدف، وازاي نحط خطط علشان نعرف نحقق الهدف، وازاي ما يحصلش تضارب عندنا ما بين الاهداف، وازاي اقيس الاهداف واقدر احاسب عليها. طيب ده بالنسبه للاوبجكتيفز. طب بالنسبه للريسك، قلنا ان انا ازاي اعرف احدد المخاطر وازاي اعرف اتعامل معاها. وبالنسبة للتشينجز قلنا ان احنا ازاي ابدا ان انا اتعامل مع المتغيرات واحددها واحدد اهميتها واحدد تاثيرها على بقيه الاهداف اللي عندي التانية. تمام واقدر ان انا اقيس الريسك بتاعي. طيب احنا كنا قلنا ان في الهدف الصحيح ليه شروط معينه، يا ترى ايه شروط الهدف الصحيح؟ كان عندنا اكتر من شرط للهدف، يا ترى ايه هو؟ قابل للتنفيذ، قابل للقياس، محدد بمدة، achievable. تمام consider implement smart، يحقق القيمة المرجوة في المشروع، monitored time related بالظبط، قابليته للقياس، time schedule قابلية للمتابعة والقياس والتحقق منه على أرض الواقع بالظبط. إحنا قلنا إن إحنا عندنا الهدف، الهدف لازم يكون specific محدد، يمكن قياسه achievable related مرتبط بأهدافه التانية، ليه فترة زمنية للتحقيق، يعني ليه time frame، مش حاطه كده يعني في من غير أي time frame، بيتوافق مع البوليسي بتاعة الشركة، بيبقى communicated، بيبقى بنقدر ان احنا بيكون في تواصل مع كل اللي هيشتغلوا على الهدف ده. وبعد كده قلنا ان هو مونيتور، ممكن ان هو نقدر ان هو نتتبعه ونحاسبه، او ان احنا نقدر ان احنا نتتبعه وابتدي ان انا بقدر ان انا اتتبع الهدف واحسب له هل هو صح ولا غلط، وان هو لازم يكون بلاند، وان لازم يكون في حد مسؤول عنه responsible، يعني حاطين حد عشان يبقى مسؤول عن الهدف ده، وان انا لازم احدد لكل objective الموارد اللي هو محتاجها للobjective دي عشان يتنفذ، وان هو لازم يكون مكتوب بشكل واضح اللي هو احنا قلنا توثيق الاهداف بالظبط كده. دي برضو حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا هنا الريسك، ازاي اقدر اعمل تخطيط للريسك، ازاي ان انا اقدر اعمل plan للريسك. كان في برضو عندنا كده شوية خطوات اتكلمنا عنها. resource، هي الresource دي للريسك ولا لل، لا هو احنا لسه ما اتكلمناش عن change. والريسك نحددها ونحط خطة للتعامل معها وقت حدوثها. تمام consider plan، اعمل خطة لكيفية مواجهة المخاطر. تمام ما احنا ازاي بقى، احنا قلنا ان في خطوات عشان نعمل البلان للريسك. اول حاجه ان احنا نعمل لسته بكل المخاطر اللي ممكن تواجهها المنظمه في اثناء عمليه التشغيل، ادي واحد. اتنين، ابدا اتوقع معدلات تكرار المشكله دي. ثلاثة، اقيس شده خطوره الريسك اللي انا بتكلم عنه ده. بعد كده اربعة، نحط خطه لمنع حدوث الريسك ده، يعني ان انا مثلا لو انا عندي مشكله في معده ولا حاجه، ان انا لا اما ان انا ابتدي ان انا اعمل صيانه عليها في فترات قصيره، او ان انا ابتدي ادرب العاملين ان هي لو حصل لها حاجه ان هو يتعامل مع الريسك ده ازاي. رقم خمسة، تنفيذ خطه منع الريسك. رقم ستة، قياس الاجراءات اللي عملتها على الريسك عشان اقدر اشوف ان هي فعلا مجديه، الريسك بلان اللي انا عملتها دي والدراسه اللي انا عملتها دي مجديه ولا لا. واخر حاجه، ان انا لازم يكون كل ده حاجه مكتوبه علشان لما يجي حد غيري يعمل الاستادي ده يبقى ما يبدأش من فروم سكراتش، يبقى بادئ على انا يبني على انا بدأته وان انا عملته قبل كده. طيب احنا قلنا برضو ان التخطيط للمتغيرات بيبقى له اصول او بيبقى له شروط. انا ازاي بقدر اخطط للمتغيرات؟ ده هو control of change او plan of change.
استاذ علاء واخدها كوبي من حته وبيحطها لنا بيست هنا. هو مش ده الهدف على فكره، هو الهدف ان حضرتك تبقى فاكر احنا بنتكلمنا في ايه المره اللي فاتت، تحديد المخاطر المهمه والغير مهمه دي كانت في الريسك مش في التشينج. بالظبط كده، الهدف من التغيير وتوقع النتائج، control of change. توقع سوق العمل واختيار الأفضل. الـ plan for change احنا اتكلمنا عنه في 6 نقط. قلنا أول حاجة لازم نحدد الهدف من التغيير، أنا بعمل التغيير ده ليه؟ 2، لازم أكون متوقع النتيجة اللي هتحصل من التغيير ده ومخطط لها وعامل حسابي إن هيطلع شكل التغيير ده عامل إزاي؟ 3، أشوف إيه الريسك اللي ممكن تحصل لي بسبب التغيير اللي حصل ده. 4، نحدد الموارد اللي إحنا محتاجينها علشان نعمل التغيير ده. 5، لازم نحدد المسؤوليات والصلاحيات للتغيير اللي هيتم ده. 6، لو التغيير ده مرتبط بهدف، لازم بعد عملية التغيير دي أرجع تاني أغير الهدف، أو أرجع تاني أشوف، أو يعني أرجع تاني أدرس التغيير وأدرس الهدف اللي خلاني أغير عشان. تمام، دول كده ال6 حاجات اللي هي البلان فور تشينج اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. طيب ندخل بعد كده في السبورت. كنا اتكلمنا عن السبورت وكنا اتكلمنا عن ايه هي الحاجات اللي حددها الايزو علشان تعمل شغلك. الايزو اتكلم في شويه حاجات كده، قال لك علشان تقدر ان انت تبتدي تعمل شغلك محتاج شويه حاجات. حد فاكر حاجه من الحاجات اللي هو اشترط ان هي تكون موجوده عندك في الشركه علشان الناس تقدر تعمل شغلها؟ نسأل فيها ايه الحاجات اللي بيحددها الايزو علشان تعمل شغل. قلنا اول حاجة كنا بنتكلم فيها البيئة التحتية الانفراستراكشر. تمام، 2، البيئة المحيطة الانفايرومنت اللي انت شغال عليها. 3، الكوميونيكيشن اللي هي الحاجات اللي انت كنت انت مين لما تحتاج ايه بتعمل ايه علشان تعرف توصله، ايه هي وسيلة الاتصال اللي انت بتبقى عاملها. تمام، 4، كانت الموارد البشرية اللي هو الأويرنس وكفاءة الموظفين وانت ازاي بتقدر تعمل شغل ده والتريننج. آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها اللي هي الدوكيومنت انفورميشن، ان لازم كل حاجة انت بتعملها في الشركة بتاعتك لازم تكون موثقة، والعملية اللي ما بتتوثقش او ما بتتكتبش تعتبر ان هي ما اتعملتش. تمام، بعد كده اتكلمنا تاني في ايه؟ اتكلمنا في الاوبريشن. كنا بنتكلم ان التخطيط للتشغيل ازاي كان بيتم التخطيط للتشغيل. طيب اول حاجة احنا كنا بنتكلم عنها، كنا بنقول اول حاجة التصميم او التخطيط لعملية التصميم. 2، تحديد مدخلات عملية التصميم. 3، تحديد مخرجات عملية التصميم. 4، مراقبة أو التنفيذ اللي هو علشان أعرف إن الانبوتس زي الاوتبوتس ولا لأ، عشان كده لازم أراقب المدخلات زي المخرجات ولا لأ. تمام، فدي كده كان التخطيط للتشغيل. طيب إزاي بيتم تحديد متطلبات العمل؟ نرجع بقى ونقول إزاي بيتم تحديد متطلبات العميل، دراسة متطلبات السوق، تحديد المتطلبات بشكل موثق، المراجعة مع العميل لمعرفة مدى رضاؤه ودراسة احتياجاته، دراسة السوق وقياس رضا العميل، التوثيق، دراسة السوق وقياس رضا العميل. تمام، السيرفي، لا السيرفي مش هنا. احنا بنعرف الريكويرمنت بتاعت العميل من خلال 3 حاجات. اولا جمع احتياجات العميل، ثانيا تحديد كل اللي هل الاحتياجات قابلة للتنفيذ ولا لا، وهل ان احنا ممكن نجمع اكتر من احتياج في وقت واحد ولا لا، يعني ممكن ان احنا نجمع الطلبات دي كلها مع بعض ولا مش ممكن. فلما اجي احدد الريكويرمنت بتاعتنا لازم احدد احتياجاته واتاكد ان هي دي طلباته الفعليه. تمام، طيب بالنسبه للتصميم ازاي بيتم، احنا قلنا خلاص مراحل التصميم. تمام، احنا عندنا الاكسترنال بروفايدرز، احنا ايه عندنا شروط الاكسترنال بروفايدرز اللي احنا اتكلمنا فيها؟ كان عندنا شويه شروط، او انا بيهمني ليه ان الاكسترنال بروفايدر اللي انا بتعامل معاه، السبلاير اللي انا بتعامل معاه يبقى عنده نظام اداره جيد. اهو غششتكم اول حاجه من السؤال.
تحديد مواصفات المنتج responsibilities عشان تكون الخدمة المقدمة على نفس قياس الجودة بتاعت دراسة احتياجات العميل quality standard تمام هذا quality standard صح qualifications تحديد الكميات معرفة طرق توصيل الاحتياجات المطلوبة طريقة التسليم تمام حتى يتم اتباع نهج الجودة للحصول على المنتج المطابق للمواصفات في الاكسترنال بروفايدرز احنا بنبقى عاوزين نتأكد من اكتر من حاجة اولا لازم يكون المورد عنده نظام ادارة جيد تمام لازم يكون في بيننا اتفاق او تعاقد بشكل مفصل في المواصفات والمواعيد والكميات وطريقة الاستلام بعد كده لازم تحدد معايير الاستلام مستقل يعني هتقول له ان انا هستلم الخامات الفلانية بالشكل الفلاني حضرتك محدد المعايير دي مسبقا علشان ما تجيش وقت الاستلام ان انتوا تتخانقوا في ان هي مش هي دي اللي انتوا متفقين عليه اخر حاجه نظام تقييم الموردين عشان لو مورد عندك ما بقاش موجود عندك يبقى انت خلاص عندك بديل تقدر تتعامل معاه طيب احنا بعد كده اتكلمنا على البروفيجن حد فاكر حاجه عن البروفيجن ايه هو البروفيجن محتاج اعرف ايه صورة الاحتياجات المطلوبة لا مش فاهمة ايه لا دي لا دي بقى يعني لا دي تبع ايه كل المواصفات بالظبط كده كل المواصفات الفنية التوريد احتياجات المنتج quality control identification تتبع بالظبط التحكم في التغيرات تثبيت المواصفات بالظبط supply action متابعة المواصفات وتتبع تعديلها وتوثيقها تحكم عمليات تتبع المنتج وضع نظام حماية لإدارة الوثائق لا ده أنا طيب كنترول طيب البروفيجن ده بيبقى عبارة ان انا محتاج اعرف كل مواصفات الخدمة او المنتج اللي انا بقدمها كل المواصفات والسبيسيفيكيشنز بتاعت الخدمة دي عشان ابقى فاهم الخدمة دي عبارة عن ايه اتنين محتاج اراقب المواصفات دي هل هي بتطلع كل مرة زي كل مرة بتطلع بنفس المواصفات ولا في حاجات بتتغير منها تالت حاجة أتحكم في العوامل المختلفة علشان تفضل على نفس الجودة بتاعتها رابع حاجة لازم يكون عندي عمليات تتبع لكل منتج عشان أقدر إن أنا أوصل للمشكلة اللي فيها الباتش ده لو أنا عندي عملية تتبع هقدر إن أنا أوصل للمنتج اللي فيه المشكلة مش هضطر إن أنا أسحب كل المنتجات بتاعتي من السوق آخر حاجة عمليات ما بعد أداء الخدمة عشان أتأكد إن العميل راضي تماما عن الخدمة أو المنتج اللي أنا بديها له دي. طيب تمام إزاي أنا بقدر أعمل ريليز للمنتج بتاعي التحقق من المطابقة check at stage تمام التأكد الجيد من مطابقته لمواصفات الموضوع التأكد من الجودة والدليل عليها بالظبط التأكد من الجودة النهائية فحص وتحقيق من مطابقته للمواصفات تمام دليل المطابقة meet requirement فحص المنتج في مراحل مناسبة traceability تأكيد توثيق كل المراحل معلومات المنتج اختبارات الجودة الفحص ومراقبة الجودة متابعة وإدارة المستندات التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والجودة والكفاءة
احنا عشان نيجي نعمل ريليز لأي منتج عندي، أول حاجة فحص الخدمة والمنتج في مرحلة مناسبة. زي ما حضراتكم قلتوا كده، ما ينفعش إن أنا أستنى لما تخلص المرحلة ويبقى عندي منتج نهائي وأجي أفحص ساعتها. فأول حاجة فحص الخدمة أو المنتج في مرحلة مناسبة. 2، التحقق من المطابقة للمواصفات قبل الإفراج عنها. 3، الاحتفاظ بإثبات إن المطابقة إنها مطابقة للمعايير. 4، الاحتفاظ بوثائق التتبع. آخر حاجة retain document information، لازم ان انا احتفظ بدوكيمنت عندي، وان انا ابتدي ان انا اعمل لها ابديت اول باول علشان تبقى عندي الحاجه دي موثقه. طيب لو طلع عندي بعد العمليه دي، طلع عندي ان انا عندي منتج غير مطابق، يا ترى ايه الاجراء اللي انا باخده مع المنتجات اللي هي غير مطابقه؟ الاحتفاظ بتوثيق التتبع. تمام. corrective action. تمام. إجراءات التصحيح، تحديد مشكلة عدم المطابقة. برافو. إخبار العميل، المعالجة، الـ CR، اتخاذ إجراء تصحيح، سحب جميع المنتج عن طريق رقم التشغيل. بالظبط، تصحيح، أبلغ العميل، إجراءات التصحيح، هاندل، مطابقة مرة تانية، توثيق. ريكوركشن. البحث عن سبب المشكلة وتصحيح تحديد المشكلة عدم المطابقة. لما بيطلع عندي منتج غير مطابق، أول حاجة بحدد تحديد ومعالجة المخرجات الغير مطابقة. ببتدي إن أنا أحدد إيه المنتج عندي الغير مطابق، وبحدد وبحاول إن أنا أعالجه لو ليه ما هو معالجة ينفع إن هو يتعالج. ثانيا، تحديد الإجراء التصحيحي اللازم. 3، سحب المنتجات الغير مطابقة من الأسواق. 4، المطابقة بعد التصحيح، يعني بعد ما أنا عملت الإجراء التصحيحي اللي أنا شفته ده، أبتدي أطبق تاني المنتج اللي عندي ده، هل هو فعلا مطابق للمواصفات ولا مش مطابق. لو مطابق ببتدي ان انا خلاص اعمل له ريليز. لو هو مش مطابق ببتدي ان انا اغير الكوركتيف اكشن اللي انا عملته، لان معنى كده ان الكوركتيف اكشن اللي انا اخدته ما عملش ما كانش ما يعني ما صلحش المشكله اللي عندي. تمام. اخر حاجه ريتين دوكيمنت انفورميشن، ان انا برجع ان انا تاني ان انا احاول ان انا اصلح ان انا اعمل ابديت للدوكيمنت انفورميشن اللي عندي. طيب احنا كنا قلنا اتكلمنا عن الكنترول اوف تشينج، كان اخر حاجه اتكلمنا فيها عن مرحله في مرحله الاوبريشن. فايه هو الكنترول اللي بقدر اعمله على التشينج عشان اقدر اقول ان الكنترول ده موثق؟ كنا قلنا كده لازم يبقى فيه 3 شروط للتغيير علشان اقدر اقول ان التغيير ده هيتم، او ان انا ادرس التغيير ده. اسمها كنترول اوف تشينج. تحديد التغيير المطلوب. ابروف ده باي سي سي بي؟ لا خالص. التوثيق، ماشي، سبب من الاسباب. تحديد التغيير التوثيق قبل التنفيذ. لا، هو ايه علاقته هو قبل التنفيذ هنا ولا لا؟ performance QMS analysis. أول حاجة اتكلمنا فيها قلنا لازم التغيير ده يكون documented، لازم التغيير ده يكون مكتوب علشان محدش يجي يقول ان التغيير ده مش انا اللي طلبته، انا ما طلبتوش بالشكل ده. لازم حضرتك تكتبه وتمضي عليه صاحب التغيير. يعني لو كلاين طلب منك تغيير في ديزاين او في whatever، في اي حاجه، لازم حضرتك تكتب التغيير وتمضيه على التغيير ده عشان تبقى ورقه مثبته ما بينكم انتوا الاثنين. تاني حاجه، لازم ادرس التغيير بشكل كافي واعرف هياثر على ايه، وهل هو هياثر تاثير سلبي او ايجابي. تالت حاجه، عمليات التوثيق، ان انا لازم اتاكد ان العمليه دي موثقه
وإن عملية التغيير دي تم توثيقها علشان ما نبتديش نعمل كل ده من أول تاني. طيب إحنا كنا اتكلمنا آخر حاجة في المرحلة بتاعة الـ operational دي، اتكلمنا فيها عن الـ document أو الـ record. إيه هي شروط الـ document أو الـ record اللي أنا بتعامل فيها في الـ ISO؟ ايه هو الشرط بتاع الدوكيمنت عشان اقدر اقول ان الدوكيمنت او الريكورد ده ريكورد او دوكيمنت صحيح؟ كاملة البيانات والتوقيعات، كنترول ستاندرد دوكيمنت، طابق للفورمز، مؤرخ صح. Official forms. Correct form. Serial. Good serial number. يعني يعبر عن المحتوى وأن تكون موقعا من المسؤولين عنه. Revision of form. التعامل مع الوكيل. نظام الترقيم. جميع بياناته كاملة والنماذج ثابتة في كل الإصدارات. عشان نقول ان الدوكيمنت دي او الريكورد ده صحيح وكنترولد لازم يتطبق عليه شويه شروط. قلنا اول حاجه لازم يكون معرف بشكل جيد، يكون ليه تايتل. اتنين، لازم يكون ليه عنوان، لازم يكون ليه تاريخ، لازم يكون ممضي. في حد مسؤول عن الورقه دي، الورقه دي لما بتطلع من مكان بيبقى في حد مسؤول، في ليها اوثر وفي ليها ريسبونسبل عنها، عارف هي رايحه من فين وجايه منين. تمام. اتنين، بيتم مراجعتها بشكل دوري علشان اتأكد ان هي جاهزة للاستلام، لازم تكون موجودة في مكان الاستخدام. احنا لو بنتكلم عن ريكورد مثلا يبقى لازم ده يكون موجود في مكان الاستخدام، مش في درج من الادراج مثلا ومقفول عليه، لو هو مانيوال مثلا لأي استعمال اي معدة فلازم تبقى موجودة في مكان استعمال المعدة. اي تغيير تكون ليها طريقة محددة للتغيير وموثقة. اي تغيير هيحصل على اي دوكيمنتس موجودة لازم تكون محددة ومعروفة لكل الناس ان التغيير ده وانه ريفيجن اللي هم المفروض شغالين بيه. اخر حاجة، سحب الوثائق والسجلات لما بيتم سحبها لازم يكون تم سحبها من كل الناس اللي كانت عندهم الدوكيمنتس دي. تمام. ده كده خلصنا الجزئية بتاعت الاوبريشن. ندخل بعد كده في الايفالويشن. احنا اتكلمنا هنا عن الهدف من التقييم. يا ترى ايه هو الهدف من التقييمات اللي احنا بنعملها؟ احنا قلنا ان الهدف من التقييم ايه؟ ايه هو الهدف من تقييم الاداء؟ ماشي، تقييم الاداء ايه بقى الهدف منه؟ الوصول للجوده المطلوبه؟ لا. مدى رضا العميل؟ لا برضه. مانجمنت، تحسين، التاكد من اننا على الخطه الموضوعه بالظبط. ايوه، ما هو ايه بقى اللي احنا بيخلينا نعمل ايفاليويشن عشان نوصل لايه؟ تحديد السلبيات والعمل على تحسينها، ضبط الجودة، التحسين المستمر، التحقيق من الوصول للجودة، تحديد متطلبات الجودة، اختبار المنتج، تأكد من مطابقتها للمواصفات، إدارة الجودة، رضا العميل، تقليل الأخطاء. الهدف من تقييم الأداء إن هو يقول مواقع القوة والضعف ولا لأ؟ يعني بيعرفك هي فين مواقع القوة والضعف اللي عندك. هل الشركة بتحقق الأهداف اللي حطيتها لنفسها زي ما هي عايزة ولا لا؟ هل الشركة بتنفذ السياسة اللي هي كتبتها لنفسها ولا لا؟ هل الشركة بتحقق رضا العميل ولا لا؟ عشان كده احنا بنعمل التقييم ده. التقييم ده بيبقى عبارة عن ان احنا مثلا ان هو بتاع ده، يعني انت مثلا بتعمل انترنال اوديت على نفسك علشان تعرف هل فعلا انت ماشي على التراك ولا انت سايب التراك وبتعمل حاجة تانية. فقلنا ان التقييم هو معرفة نقاط القوة والضعف علشان نقاط الضعف نقدر نعالجها ونقاط القوة نقدر نحسنها. تمام. اخر حاجة هنتكلم فيها شروط التقييم. حد فاكر حاجة من شروط التقييم؟ ان انا لما اجي اقيم حاجة
أو إن أنا أقيس حاجة أعرف أقيمها إزاي أو أقيسها إزاي، كان عندنا 3 شروط. يا ترى هما إيه؟ غير الـ KPI. الأودت ماشي، بس ده مش شرط، دي وسيلة. الأودت ده وسيلة مش شرط. كواليتي قابل للقياس، وضع معيار للتقييم. تمام. نان كونفورمتي يعني هو انتوا بتحطوا الكلام كده كله جوا بعض يعني جنب بعض، والمفروض ان انا اختار يعني انا اكمل منهم جملة. احنا قلنا ان الانترنال اوديت ده وسيلة للتقييم وليس شرط للتقييم. القياس والتحليل، إنه يكون سمارت، وإن يكون سمارت أناليسيس، قياس الأهداف. شروط التقييم، إحنا قلنا أول حاجة لازم يحدد يقيس إيه، لازم اللي أنا طريقة القياس اللي أنا هعملها دي لازم أحدد هي بتقيس إيه وهيقيمه إزاي، عن طريق إيه هيبقى باين التقييم ده. 2، يحدد طريقة القياس، طريقة القياس والمتابعة. يعني أنا مثلاً هقيس درجة الحرارة النهاردة، فلازم أقول إن أنا هقيسها بالترمومتر. أدي كده ده التولز اللي أنا هستعملها. ماشي، أنا هقيس إيه؟ هقيس درجة الحرارة، هقيسها بإيه؟ بالترمومتر. تمام. هقيمها إزاي؟ يبقى أنا عندي معيار، أقول مثلا إن درجة الحرارة المفروض إن هي 30 مثلا، أكتر من كده يبقى أنا درجة الحرارة الطبيعية عندي 30، أقل من كده برد، بعد كده حر. تمام. وبعد كده احدد ان انا هقيس درجه الحراره دي كل قد ايه. فانا اول حاجه عندي لازم احدد بقيس ايه وهقيسه يعني مقارنه بايه ومعيارا بايه، وبعد كده احدد طريقه القياس، وبعدين احدد اقيسه كل قد ايه، وبعدين لازم اعاير التولز بتاعت القياس بتاعتي دي عشان كل شويه اتاكد ان التولز دي مظبوطه وما فيهاش اي مشاكل. تمام. اخر جزئيه بنتكلم عنها الانترنال اوديت. انا دلوقتي لو بعمل انترنال اوديت، كان الايزو حدد الانترنال اوديت ده يمشي بطريقته ازاي؟ ممكن حد فاكر كده الانترنال اوديت يمشي في الشركه ازاي؟ بلاننج، ماشي، اوديت بلان بالظبط، بس احنا قلنا خطوات، مواعيد معينه للعمل، نفذ برامج مراجعه، يكون معروف كل قسم مسؤولياته وسبق علمه بالاوديت، كواليتي اشورنس، ميتنج اجنده، اوديت. مراجعة دورية، التوثيق، إجراءات تصحيحية. الأودت كان أول حاجة تكوين فريق للمراجعة مستقل عن الإجراءات. تمام؟ 2، بيبدأ الفريق يراجع إجراءات الشركة ويشوف النقط اللي هيفتش عليها. 3، يجهز نفسه تشيك ليست كده علشان يبدا يستخدمها وهو بيفتش على العمليات اللي هو بيتعامل فيها، على العمليات اللي هو بيعملها دي. تمام. 4، بيحط خطه للتفتيش، هيفتش امتى على انهي اداره ومحتاج مين معاه من الادارات دي في التفتيش. 5، بعد ما يخلص عمليات التفتيش بيطلع تقرير للاداره اذا كانت مطابقه للاجراءات والسياسات ولا لا. تمام. احنا خلصنا المراجعه بتاعتنا، ان شاء الله باذن الله هنشوف كده الدرجات زي ما اتفقنا معاكم، وهنتكلم عن الامبروفمنت، ما كانش فيه مشاكل كتير يعني. فخلينا كده نتكلم.